اوكي. ففي السؤال الاولاني اهو، لو رجعنا للسؤال، في السؤال الاولاني مديني كده الاورنج دي وبيقول لي انه ده بارت وعايزني ان انا ارسمها. افكرك كده بالقوانين بتوع الدروينج. اول حاجه استغل مور ذان 50% اوف ذا سبيس، قست السبيس 10 سم، على الاقل هترسم 5 سم. طيب اول خطوه انا زي ما قلت لك انا هرسمها معاك دلوقتي، ايه الخطوات بتاعتي؟ انا جيت عملت كده هنا لاين من اولها لاخرها، او قلم ببنسل خفيف قوي على الرسمه، اوكي على الرسمه، مشيت كده وعملت لاين تاني بالنص المسافه دي، رحت ماشي بالعرض لاين خفيف قوي على الرسمه اللي هو مديهاني، بحيث ان انا احدد الحدود بتاعتي. طيب بعد ما عملت الخطوه دي، قص اللاين ده، اللاين ده 3 سم. انا كنت قايل ان انا عشان اعمل مور ذان 50% يبقى ارسمها قدام مرتين، يبقى لو ده 3 انا هرسم انا لاين 6. انا ارسمها له كلها ولا سيكشن منها بس؟ هو عايزها كلها، هو قال لك ارسم لي، بص قال لك ارسم لي الجزء ده كله. بص حسب السؤال طبعا، اهو السؤال بيقول لك اهو كده، بيقول لي هنا سوري انا اسف، السؤال اهو بيقول لك هنا ارسم لي كل الحته دي، ده شو the part of an orange، بيقول لي draw a large labeled drawing of the cut surface اللي هي الحته دي كلها. فانا بعد ما خططت عليها وقلت ان انا هعملها دبل، فلو ده 3 انا رسمت 6، لو ده 3 انا رسمت 6، بقى عندي الاوتلاين كده. كل ده عملته بخطوط خفيفه قوي. نعم استخدم كومباس ده؟ لا لا، كومباس ممنوع استعمال الكومباس، اوكي. فانت عملت كده بايدك، وبعد كده هتبتدي ازاي بقى؟ هتبتدي هتفعل الخطوط دي، المفروض ان هي مش باينه، دي معموله خفيفه قوي، وبعد كده انت هتيجي بالبنسل وبقى عندك الاوت لاين، فانت بقى سهل قوي ان انت تمشي كده. ولكن ما تنساش وانت بتمشي هتمشي سموث كونتينوس اند بروكن لاين. سموث كونتينوس اند بروكن لاين يعني ايه؟ نو شيدنج نو فيدري لاين، يعني ما ينفعش وانت بترسم تروح عامل لي اللاين ده كده، اوكي. لازم اللاينز تبقى كلها كلوزد، يعني ما ينفعش ان انت ترسم لي كده ودي تيجي تروح مفتوحه بالشكل ده، ما ينفعش كده. في 1 مارك لوست، فبالتالي خد بالك لازم يبقى كونتينوس اند بروكن لاين مور ذان 50% اوف ذا سبيس. انا هعد بقى هنا، يا ترى الحته دي فيها كم واحده؟ 1 2 3 الا حته. فانا هروح عامل اللاين بتاعي بعد كده، عامل لاين داخلي كده، وانا هقسم نقط، ادي 1 ادي 2 مثلا و3 الا حته، تمام. وبعد كده هبتدي امشي كده، بص شايف انا عامل ازاي كده، وبعدين كده، وبعدين التالتة، وصلت لغاية الطرف التالتة هوصلهم بالنص. النص أنا شايف إن هو كان عامل كده، وبعد كده أدي لاين، وصلت اللاين ده أهو، أوكي. وصلت اللاين التاني أهو يا جماعة كده أهو، ابتديت أرسم. وبالطريقة دي هقدر أعمل دروينج كويس قوي بسهولة قوي. أنا حاطط لك هنا الدروينج، بص أنا حاطط لك هنا الدروينج واضح قوي اهو في الانسر. انا ارسم له كلهم بقى، ارسم كل هترسمهم كلهم، بس خد بالك بقى انت تشوف دول، دول تقريبا 10 لوبس، يبقى انت لازم تعمل ال 10 لوبس. لو عملت 8 او كده يبقى مش اول ريجون ار ريبريزنتد، وكده هينقصك 1 مارك. خد بالك الدرجات في معموله على ازاي، كلير اند بروكن لاين عليها درجه، عدد السكشنز دول كانوا 10 لازم انا ارسمهم 10، اوكي، ولازم مور ذان 50، ادي الثلاث درجات، والليبلز بتبقى بدرجه او درجتين. طبعا ده اوتر سكين او بيريكارب زي ما اخدت في الفلاورنج بلانت، وده لوب او فص، دي تكتب سنتر ريجون، كتبتها وما كتبتهاش مش مشكله، على الاقل عندك اثنين كده، انت اخدت الدرجه بالكامل. لو حد يا جماعه متلخبط، وانا لو مش عارف اعمل ليبل هنقص كله. لا لا، الليبل 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 اصلا هي بيبقى الليبل عليها يا درجه يا درجتين، اصل السؤال كله عليه اربعه. فانت في عندك على السموث ده درجة لازم نحط لك عليها درجة. الكورتكس ده بين لوبس ايه؟ الكورتكس دي اللي هي بتبقى الميدل لاير في الروت وفي الستيم، وفي كورتكس في الكدني كمان. كلمة كورتكس يعني قشرة. فاكر الروت والستيم كان في عندي الابيدرمس ورا كورتكس. هنا مش هقدر اسميها كورتكس، ده مش روت ولا لا لا ده لا روت ولا ستيم، دي فروتس، اوكي؟ ماشي يا جماعة؟ تمام؟ القشرة بيريكارب احنا واخدينها، يعني مش احنا واخدين كده في درس بتاع الفلاور ان القشرة بتاعت الفروت بسميها بيريكارب، وبعد كده او ممكن تقول فروت سكين مثلا. هنا ده لوب فص مش كده، بنقول دي تو لوبس ده تري لوبس كده. فاكر لما اخذنا في اللنج كنا بنقول اللنج الشمال كانت كام لوب؟ اللنج الشمال الليفت لنج كانت كام لوب كام فص؟ تو. واليمين كانت تري، لانه الليفت كانت صغيره علشان القلب مايل للناحيه الشمال، تمام. ادي اول سؤال. لو قبل يا جماعه
ما تعديش سؤال قبل ما تقول انت فاهمه كويس قوي. ادي الانسر اهي قدامك، وقول لي لو انت عايز فيها اي حاجه قبل ما تنقل على السؤال دي. حاول بقى في الرسم ده تمرن ايدك، خد بالك هي مش عليها درجات كتيره يعني، بس افضل ان انا خد بالك مش هوش دعوه انت رسم رسم فنان والرسم مش فنان، رسم كويس والرسم وحش، هو التوزيع بتاع الدرجات دي smooth continuous and broken line all regions are represented اوكي، وفي نفس الوقت البروبورشن يعني ما ترسمنيش مثلا المسافه بين القشره مثلا دي ودي تحطها لي اكتر من اللوب ده، all regions are represented proportion وبعد كده ليبس اوكي تمام. تعال نتكلم بقى على السؤال الثاني، السؤال لتربي. امشي معايا كده في السؤال لتربي. ممكن نقرا من اول هنا. Juice can be extracted from fruit on commercial scale. This process uses an enzyme. يا ترى الانزيم بتاع العصير ده كان اسمه ايه؟ بيكتينيز. برافو. بيكتينيز انزيم اللي كان بيكسر البيكتين اللي موجوده في القشره ويحولها لشوجر. بيكتينيز انزيم. و يقول لك كده the process uses an enzyme to digest the part of the plant structure to release large volume of the juice. وبيقول لي الجوس بتاعة السيترس فروتس الموالح اللي الليمون والبرتقان وكده such as orange are LA acidic. يعني الـ pH هتبقى lower than 7. Acidity investigates the effect of pH on the activity of this enzyme. بدم بيدرس تاثير البي اتش يبقى لازم يغير البي اتش تمام. اذا كنت انا بعمل انفستيجيشن بدرس تاثير البي اتش يبقى انا احضر كذا بي اتش تمام. قال لي بافر سوليوشن، فاكرين بافر سوليوشن انا كاتبه عندكم في درس الانزيم، وانت فاكر بافر سوليوشن اللي هو ريزيست ذا تشينج ان بي اتش. فمثلا لو انا عايز اعمل سوليوشن بي اتش 2 بحط بافر 2، سوليوشن بي اتش 3 بافر. مرات يسالني يا جماعه في مايك مفتوح، مرات يسالني يقول لي What's meant by the term buffer? Buffer is the substance that resists the change in pH. حطيت buffer 2 يبقى الميديم بتاعك بقى pH 2. حطيت buffer 4 يبقى الميديم بتاعك بقى pH 2. وينفع اقول له control pH؟ control pH بتقول له using buffer ان البفر control pH، او ممكن تقول له ان البفر control pH. ماشي يا جماعه؟ resist the change pH. بيقول لك انه جاب universal indicator paper، وطبعا اخذتوها في الكيمستري، والبفر solution X and Y، والسؤال بيقول لي observe the shape observe the shape of the piece of universal indicator paper shown. وبيقول لي كده ان ده الشكل بتاع اليونيفرسال بيبر لما تبقى بي اتش 3. هو طبعا انت فاكرين اليونيفرسال انديكيتور بيديك الوان، لكن انا وريها لك درجات. قال لك كده لو هي باللون ده تبقى 3، لو باللون ده يبقى بي اتش 4، لو باللون ده 5 and so on. كويس. بيقول لي بي اتش اوف بفر اكس، اكس ده يبقى مين في دول يا جماعه؟ 4. ده ممكن يبقى 4 اوكي. طيب بعد كده قال لي بي اتش اوف بفر واي، واي ايه تمام كده يا جماعه؟ مثال الموضوع لغايه دلوقتي سهل. بس انا عندي سؤال. اتفضلي. حضرتك قلت البفر سوليوشن ايه التعريف؟ شغله البفر سوليوشن هو سوليوشن تو ريزيست ذا تشينج ان بي اتش، بمعنى لو انا عايز اخلي السوليوشن بتاعي بي اتش 2 بحط بفر اسمه بفر 2 يخليه للبي اتش بتاعت السوليوشن بتاعي بي اتش 2. حطيت بفر 5 السوليوشن بتاعي بقى كده بي اتش 5. سو بفر 2 ريزيست ذا تشينج ان بي اتش اند بروفايد certain pH. حطيتي buffer 5 يبقى solution هيفضل عندك pH 5. حطيتي buffer 6 يبقى solution هيفضل pH 6. فكلمة buffer solution substance that resists that change in pH بتوفر لي suitable pH. اوكي يا جماعة؟ لو حتة مش فاهمة ما تترددش ان انت تسأل. شكرا يا جماعة، ما تترددش ان انت تسأل، ما يهمكش الوقت، اسأل مرة اتنين تلاتة لغاية لما الموضوع يملى ذهنك. احنا مش بنعد البيبر يعني نقول حلينا 20 امتحان حلينا 40 امتحان او بديك هوم ورك وبعد كده اقول لك حليت ولا ما حليتش، لا احنا بنحل مع بعض واحدة واحدة. كل نقطة عايزك تكون فاهمها كويس قوي قوي قوي. مش فاهم بس وانا عايز تاني التالت. اتفضل. انت قلت لو البفر زاد يبقى لا مش بفر زاد، لا في عندي انواع من البفر يا زنزار. في بفر اسمه بفر 2، بفر اسمه بفر 3، بفر اسمه بفر 4. انت عايز التست تيوب دي مثلا يبقى البي اتش بتاعتها مثلا التست تيوب دي عايز اوفر فيها بي اتش 5، ادي التست تيوب اهي وعايز انه اوفر فيها بي اتش 5، انا احط بفر سوليوشن اسمه بفر 5. لما تحط البفر سوليوشن بتاع بي اتش 5 ضمنت ان السوليوشن اللي جوه ده هيبقى على طول بي اتش 5 تمام. Buffer substance that resists the change in pH. بتوفر required pH. عايز buffer 2، عايز buffer 3 and so on. كده جماعة؟ بيديني كده بيقول لي
انه جاب A و B و C و D were set as shown in table 1.1. بص بقى جي في الاولاني وحط هنا crushed fruits 25 و 25 و 25 كده بيعمل fair comparison and the volume هنا the same. هنا ايه هو عايز يدرس تاثير البي اتش على الـ على الاكتيفيتي او بيقول لي انه الجوز دي هتبقى البي اتش بتاعتها تتحول من كام لكام. وهنا قال لي عمل اكسبيرمنت كده جاب كراش فروت عصير جاب 25 سنتيمتر كيوب في الكب A وB وC وD يبقى كده عامل عصير كله قد بعضه فير كومباريزون. حط هنا بفر اكس. بفر اكس اللي احنا اتفقنا ان هو كان بي اتش كام معانا بفر اكس اللي هو بي اتش 4 وبفر واي اللي هو 8. راح جه هنا وحط في A وB بفر اكس وهنا حط بفر واي. اوكي يا جماعه بعد كده حط هنا ووتر هنا ما حطش ووتر هنا حط ووتر هنا ما حطش ووتر هنا حط انزيم وهنا ما فيش انزيم. طب يبقى اللي ما فيهاش انزيم دي نسميها ايه؟ كنترول اكسبيرمنت. طبعا عشان اتاكد ان الانزيم هو اللي بيغير البي اتش فعملت مره بانزيم ومره من غير انزيم. اللي من غير انزيم او اللي بنحط فيها دي نيتشرد انزيم فاكر دي اللي بقول عليها ان هي كنترول اكسبيرمنت. السؤال بيقول لي suggest why water was added to A and C. ليه حطينا ميه حطيناها بدل الانزيم عشان استخدمها از كنترول اكسبيرمنت عشان اتاكد ان اي تشينج هيحصل بسبب الانزيم بدليل ان انا عندي تيوب فيها انزيم وتيوب ما فيهاش انزيم. حطيت الاثنين جنب بعض عرفت مين الانزيم عمل ايه. يعني كده تيوب من غير انزيم وتيوب انزيم بتحط الاثنين جنب بعض في الاخر تقول اه الانزيم هو اللي عمل التشينج اللي فارق ما بين دي وما بين دي. هنا يبقى الانسر بتاع السؤال ده اللي هو ليتر سي بيقول لي هنا بيقول لي ليه حطيت ميه بدل انزيم. قلنا to be used as a control experiment to ensure انه التشينج از ديو تو ذا افكت اوف بي اتش فور او نقول عليها فور فير كومباريزون باي كيبنج ذا سيم فوليوم لايك ذا اذر ات ذا ستارت. اوكي المهم الدرجه كلها على كلمه control experiment. طب ركز معايا بقى في باقي السؤال. باقي السؤال اهو حط لي هنا بيوريني كده different volumes بتوع العصير. اوكي بيقول لي كده the contents of the plastic cup A و B و C D قلبها وسابها to stand for 10 minutes the contents were then filtered. يعني ما حطش الفوليوم كله عمل له filtration فاللي داب هو اللي نزل. اوكي بعد كده بيقول لي هنا complete the table. طبعا بس انا عمل ستير ليه؟ يعني العصير الحاجات اللي عملها دي قلبها كلها وبعد كده عمل لها فلتريشن حط فلتر بيبر وهنا كده جاب الفلتريشن. انتوا طبعا اخدتوا في الكيمستري ازاي تعمل فلتريشن هوريك كده هو عمل الفلتريشن ازاي. لو انا اخدت الصوره دي مثلا مثلا انا عارفه بس عارفه فين فلتريشن كده ينزل الجوس كلها ويلم اللي اتجمع تحت. طبعا اكيد هيقول لك هنا اس لي الفوليوم بتاع الجوس اللي في كل واحده. طبعا انت هتاخد الريد وتبقى بير سنتيمتر كيوب صح؟ ده سنتيمتر كيوب. طبعا عرفت منين سنتيمتر كيوب؟ هو موريني كده ده وقال لي ان ده بالاهو سنتيمتر كيوب. سنتيمتر كيوب هي صحيح مستخبيه بس انت عارف ان هي سنتيمتر كيوب. هنا يبقى كده هتكتب بير سنتيمتر كيوب هتقرا ريدنج A وB وC وD ادي 10 يا راجل بيديك درجات يعني على انك بتقرا ريدنج ماشي. وبعد كده بعد ما عمل كده بيقول لي كومبير ذا فوليوم اند ديسكرايب ذا ابييرنس ما بين A وB. طبعا اقول له ده اكتر من ده ده كان قد كده لكن ده قد كده. الابيرنس مثلا ما بين A و B A هيبقى كلاودي B هيبقى مور كلير. اهي ينفع اقول ان ده داركر ذان ده؟ هي مش داركر هو طبعا باين عندك نقط 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 هو هي مش داركر لكن هو ممكن نقول ان هو كده ده كليرر ذان ده. اوكي هنا برضو نفس الحكايه هيبقى الاثنين يعني مش 100% كلير وفي عندك الفوليوم هنا تشوف الفرق ما بين ده وما بين ده حسب ما هو قال لك عايز الفرق ما بين الاي والبي. اوكي وعايز كمان الفرق ما بين السي والدي. بص انا كاتب الانسر ازاي اهو الفرق ما بين الاي والبي بقول له كده الاي هاز ليس فوليوم ذان بي
ممكن اقول له ايه كان قد كده لكن بي كان قد كده، واقدر اقول له ان بي كان مور كلير ذان ده. اوكي حد بعد سؤال رؤى بتقول بي اونلي كونتينز انزيمز سو ات از كلير. اه طبعا هو بعد كده هيقول لك ليه ده كلير، وبعد كده هيقول لك ليه ده كلير. طبعا انت عارفه ان الانزيم ده بيكسر الماده اللي اسمها بيكتين اللي في السيل وول زي ما اخذناها في درس الانزيم. في السؤال ده اللي هو في نمبر 2 كان بيقول لي عايز فرق ما بين سي ودي. الفلتر جوز في الميجرنج سيلندر سي ودي ار بوث ذا سيم فوليوم اند اولسو بوث ار كلاودي. اوكي حد يا جماعه متلخبط في الكلام ده؟ ما كانش في اي حاجه على اي مذكره. انا ده شويه اتفضل قول لي. هو دلوقتي في سي ودي هو مكتوب 11، لو انا كتبت 10 انقص؟ لا بيرو عامل فرق حسابات لان هم بيعتبروا ان مش كل الناس نظرها 100%، لازم تكون عارف كده، ودايما بيسيب رينج في اي حاجه فيها ميجرمنت، اي حاجه فيها ميجرمنت بيسيب لها رينج صغير قوي باعتبار ان مش كل الناس نظرها قوي وفي ناس عندهم مشاكل في النظر، فبيبقى عامل حساب الحاجات دي. شكرا. في الميجرمنت تعالى كده نتكلم بقى على السؤال ليتر اف. بص كده هنا سألني على الليتر اف بيقول لي ايه ديسكرايب، وفاكر كلمه ديسكرايب توصف اللي انت شايفه من غير ما تقول اي ريزون. كلمه ديسكرايب توصف اللي انت شايفه، توصفه بالارقام، توصفه بالشكل، بات يو ديسكرايب مش هتحط لي ريزون لاي حاجه. بيقول لي ديسكرايب ذا افكت اوف بي اتش اون ذا انزيم باي كومبيرنج ذا فوليومز اند ذا ابييرنس. تقول له هنا الفوليوم كتير، هنا الفوليوم قليل، هنا ده كان قد كده، ده كان قد كده، لكن مش هتقول له ريزون ليه ده حصل. ديسكرايب ذا افكت اوف بي اتش، هتقول له طبعا البي اتش كذا عملت قد كده، لكن مش تقول له ريزون ان تغير البي اتش بيعمل تشينج في كذا او كذا، لا انت بتسكرايب بس اللي موجود. بص هنا لو خدت بالك من الانسر اللي كتبها لك، ذا افكت اوف بي اتش اون ذا فوليوم اوف ذا فلتر جوس شو ذات ات بي اتش 4 ذا اسيديك ميديوم اللي هو ده مور جوس فلتر عند بي اتش 8 اللي هي في الثانيه الكلاين ميديوم للجوس فلتر. افكت اوف بي اتش على الابييرنس، انا لقيت ان الفلتر جوس اللي هي عند بي اتش 4 اللي هو الاسيديك ميديوم هتبقى مور كلير، اللي عند بي اتش 8 مش مور كلير. طبعا اكيد لان البي اتش 4 احسن الانزيم من بي اتش 8. اوكي يا جماعه خدت بالك من كلمه ديسكرايب؟ هنا الحته الاخيره دي انا كتبتها، بس لو انت ما كتبتهاش يبقى احسن لان هو طلب ديسكرايب. الحته دي جايبه على اكسبلانيشن شويه. السؤال اللي بعده بقى تقدر تكتب اي انسر من دول. بص السؤال اللي بعده سالك على ايه في جي اي، تو فاريبل ذات وير كنترولد ان ذس انفستيجيشن. ايه الحاجات اللي خلاها ثابته في التجربه؟ ايه الحاجات اللي هو خلاها ثابته ذات وير كنترولد مش هاف تو بي كنترولد؟ خدت بالك كده؟ هنا طبعا هو حاطط كله الفروت، جابها كلها اورنج مش كده، وبعد كده استخدم ذا سيم فوليوم في كل واحده كان حاطط 25 اي ثينك. بعد كده التوتال فوليوم، يعني ايه التوتال فوليوم؟ تعالى بص لو انت جمعت التوتال فوليوم اللي في كل تيوب هتلاقيه زي الثانيه. يعني مثلا لو جبنا الاول هنا اجمع 25 و5 يبقى 30 32، هنا 25 30 32 يبقى كل الفوليوم التوتال فوليوم كانوا قد بعض. عشان كده حطينا من الحاجات اللي خلاها كونستنت. قال لك في فرق يا جماعه لما السؤال يقول لي ذات هاف to be kept constant، يعني هو ما عملهاش وانت لازم تعملها، لكن هنا السؤال ده قال لك ايه ال variables that were kept constant، يعني اللي هو عملها اهي ال variable that controlled. اوكي يا جماعه يعني اللي هو عملها. لما يجي سؤال تاني يقول لك that have to be controlled، يعني هو ما عملهاش وانت تقول له كان لازم يعملها. خدت بالك الفرق في السؤال ما بين ده؟ اتفضل. قولي ما ينفعش اقول temperature same type of. ومين قال لك ان مين قال لك ان هو حسابهم في قد السيم temperature؟ هو قال لك ان هو سابهم قد السيم temperature. لو انت بقى لازم يبقى كنترول، لكن ما هو خد بالك من السؤال، هو ما قالكش ايه اللي هاف تو بي كنترولد، قال لك مين اللي كانوا وير كنترولد اللي هو عملهم في التجربه. لكن لو جه السؤال تاني وقال لك ايه الفاريبل ذات هاف تو بي كيب هاف تو بي كيب هاف تو بي كيب هو ما عملهاش، كان ممكن تقول له temperature. لكن هنا بيقول لك ايه الحاجات اللي هو عملها وكانت كنترول رايت. يعني هو السؤال نفسه هيقول لي ايه الحاجات. ايوه هيقول لك يعني السؤال بيجي يقول لك كده. هنا في السؤال ده بيقول لك ايه الحاجات اللي كانت كنترول، يعني اللي هو عملها. فهنا عمل حاضر اجيب لك الاجابه. ولو السؤال بقى اللي انت بتقول لي التمبريتشر والحاجات دي تقول له مثلا اللي هو انه كان لازم يقول لك ذات هاف تو بي كنترول، ده موضوع تاني. ده تاب دي كنترول كان ممكن تقول له ان كان لازم يعمل كذا او كذا او كذا. هنا اهو استخدم نفس الجوس، حط نفس الفوليوم،
من الفروت حطت نفس التوتال فوليوم لما جمعناهم كانوا 32. استعمل التايم فلتر كانوا ذا سيم، بيقول لك ان كل واحده فلترها كام دقيقه. بص كده قال لك في الخطوات انه حطها في فلتر وقال لك ان هو فلترها قد ايه. اهي ستاند فور التايم اهو 60 مينتس. بعد كده لو انت رجعت هنا كمان في الانسرز هنا هيبقى كمان انه استخدم ذا سيم فوليوم اوف ذا بافر، يعني في كل واحده حط بافر سوليوشن. لو رجعت للتيبل هتلاقي حط نفس الفوليوم من البافر في كل واحده. اهو نرجع البافر ده بيبقى ليك كود يعني كده. ولا ايه بيبقى ليك كود؟ هنا بافر اكس كان 5 وبافر واي برده 5 نفس الفوليوم. فهي خد بالك بقى في السؤال لما يقول لك ذات كيبت كونستنت ولا هاف تو بي كيبت كونستنت. كيبت كونستنت هو اوريدي عملها، هاف تو بي يعني هو ما عملهاش وانت بتقول له لازم كان يعملها. خدتوا بالكم الفرق في السؤال ما بين ده وما بين ده يا جماعه؟ ارجع معاك لغايه خطوه كمان وهيقول لي to way that you could modify this investigation to produce more accurate results، عشان تطلع نتائج افضل ايه اللي المفروض تعمله. طبعا عمرنا ما نعمل تجربه على حاجه واحده تاس تو بي ريبيتد واخد افريج. انت درست لي البي اتش عند 4 و 8 مثلا، لا اعمل عند الاذر بي اتش. انت سبتها فور ا شورت بيريد اوف تايم، يمكن النتائج لسه ما طلعتش كامله، اسيبها فور ا لونجر بيريد اوف تايم. لازم اقلب لان انت حاطط حاجات مخلوطه مع بعضها. انت حاطط لي بافر وحاطط لي انزايم وحاطط لي جوس، عشان تضمن الرياكشن بيحصل كويس يبقى لازم في الحاله دي لازم تكون بتقلب. قال لك ان هو فلترها لمده وقت قد كده، كل ما نفلتر اكتر طبعا هنزل اقصى فوليوم. بعدين بص بقى يا سامر السؤال اللي انت سالته، keep the same temperature. هنا كتبتها ليه؟ قال لك ان انت عايز تعمل اكسبيرمنت احسن. هو ما كانش عمل الخطوه دي، لكن في السؤال اللي فوق كان قال لك ايه الخطوات اللي هو عملها. خدت بالك من السؤال يا سامر؟ خدتوا بالكم الفرق ما بين سؤالين؟ what are the factors that are controlled يعني هو عملها، لما يقول لك what are the factors that needed to be controlled او الامبروفمنت تقول له الحاجات اللي هو ما عملهاش وكان لازم تتعمل. برضو اكرر واخد الافريج واكتشف اي انوميلس واشيله. تمام يا جماعه؟ لو خدت بالك الاسئله كلها نوع متكرر، كلها بتبقى بنفس الطريقه مهما تغير شكل السؤال فهو بيسالك بنفس الطريقه في كل سؤال. لو اي حد يا جماعه متلخبط في اي حته من السؤال ده قول لي. زي ما قلت لك ما يهمكش الوقت، هنعرف نعمل مانجمنت للتايم، بس اي حته مش واضحه وعايز تعيدها تاني من فضلك قول لي. تمام يا شباب؟ بص على السؤال نمبر 2. والامتحان دايما بيبقى سؤالين او لما يكونوا سؤالين قصيرين بيحطوا واحد ثالث قصير. الورقه دي بتاخد ساعه. ممكن نقرا كده السؤال ده؟ خد وقتك. بيقول لي فين ممكن تحس بالباس؟ فين ممكن تحس بالباس؟ انا احط ايدي هنا اقدر احس بالباس، احط ايدي هنا احس بالباس، احط ايدي ورا احس بالباس. ممكن في الريست بس بيقول لك هو علم لي، بيقول لك ايه خد بالك هنا علم اوكي اند ريست اند نيك زي ما قالت رؤى برضو. بص يا جماعه انا حاطط لك الانسر لكل الاماكن القابله ان انت تقيس فيها البلس ريت اهو هنا، وعلى فكره هنا كان ممكن برضو فوق العين، الارم بيت ممكن، الريست ممكن، الفينجر ممكن، وانت بتشوف فيها اجهزه بتحط على الصباع تقيس البلس ريت. الباك اوف ني ظهر ركبتك لو كده من ظهر الركبه من ورا حطيت ايدك تحس بالبلس. التو في طرف الصباع ممكن تحس برضو بالبلس. حد برضو باعت حاجه حالا؟ تمام. ريديال ارتر ان ذا ريست. تمام تمام يا احمد حالي. اوكي يا جماعه متهيألي السؤال كده سهل قوي. السؤال اللي بعده قال لك غير كده انا عامل له ليبل يعني على الرسمه. بتقول له ما هو قال لك اهو بص كده يعني هو عايز اثنين يعني اثنين وتقول له اسمهم ايه؟ كي اربت ريست ورا الركبه عند الفينجر عند الهيد زي ما انت عايز. السؤال اللي بعده بيقول لي suggest one feature of these sites to make possible to feel pulse. ليه دول هم اللي كان صح ان انت تقيس البلس؟ انا كاتبها على فكره مكتوبه عندك مكتوبه عندك في النوت انه بيكون تحته حاجه سوليد يعني يكون تحته عظمه او تحته تندون، لان انت تخيل لو كان تحته لحم هتيجي تدوس عشان على الارتري داخل جوه وانت مش هتحس باي حاجه. فبالتالي لو رجعت للنوت انا كاتب لك ليه بنختار حتت معينه قيس فيها الريست، لان بيبقى الارتر قريب من السطح وراه حاجه تكون سوليد ما يكونش فلاش مثلا اهو ما
مثلا هنا هتلاقيها مكتوبه عندك في لو رجعت النوت انا كاتبها بتقول له عندهم arteries near the surface والحاجه الثانيه can be pressed against bone او hard structure لان لو وراك soft structure هتدوس على الارتري هيغطس منك مش كده؟ الحته دي يا جماعه لو رجعت بس مش عايز اضيع وقتك ارجع كده للكتاب how to measure pulse rate مكتوبه الريزونز ليه البلس ريت تمام؟ لو حد متلخبط فيها من فضلك قول لي قبل ما نروح على ليتر بي. طب حد بيعيد سؤال؟ طيب احمد هاني بيقول artery is near to the skin and there is bone which resisted yes اوكي يبقى قريب من السكن وراه في عظمه او وراه في تندون او وراه في مصل اقدر احسه كويس قوي. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا قال لي describe how you could measure the pulse and use this to estimate the heart rate. احنا طبعا البلس احنا بنقيس البلس احنا بنقيس البلس في ارتري لكن من خلال عدد البلس اللي في الارتري لان انت قست ارتري من خلال عدد البلس اللي في الارتري بتقدر تعرف سرعه الهارت قد ايه. فهنا ازاي تميجر البلس فاكر بتقيسه ولازم تكرر وتاخد افريج تقيسه نص دقيقه وتقيسه تايمز 2 اهو بريس يور فينجر اجينست ذا بلس سايت كاونت ذا نمبر اوف بابلز اوف ويفز اللي هو البلس نمبر اوف بيتس بير unit time والنقطه دي بقى هي المهمه لازم تريبيت مش من اول عده ريبيت وتجيب الافريج يا جماعه تمام في اي مشكله يا جماعه اسال زي ما انت عايز. ادي السؤال اهو جه السؤال الثاني مديك كده رسمتين وطبعا هيطلب منك ايه قيس الدايمتر هتقيسه بالمسطره وبعد كده احسب لي الماجنيفيكيشن خد بالك او احسب لي كذا كذا طبعا الماجنيفيكيشن هو هنا كاتبها وانت فاكر ممكن يقول لك احسب لي الاكتوال احسب لي كذا وزي ما اتفقنا ان ورقه الامتحان تختلف عن الورقه اللي انت بتحل فيها فبالتالي المارك سكيم مش هيطلع معاك مظبوط ابدا الورقه اللي انت بتحل فيها مثلا بتاعه الباس بيبر بتبقى اصغر بكتير من ورقه الامتحان وعشان كده ما تقلقش لو لقيت الارقام مختلفه. قال لك قيس طبعا اكس الواي هتقيسه بالمسطره ومديك كمان القانون انت هتحل ازاي. طب وبعد كده ايه الرينج ايه الرينج اللي ممكن يعني نعمل فيه او يعني نزيد ونقل كام من طبعا انت عارفه ان انت القياس طبعا مش هتغلطي في القياس بس انت هتلاقي الرقم بيبقى ازيد من الرقم بتاعك تقريبا قد مره وثلث. يعني الرقم اللي هيبقى في المارك سكيم هيبقى قد المارك قد الرقم اللي انت قستيه مره وثالث لانه الورقه دي تختلف عن ورقه الامتحان دي بتبقى A4 الثانيه بتبقى A3 بتبقى اكبر شويه. اوكي تمام ثانك يو بس انتوا مش هتعبوا طبعا في الحق يعني تو ميجر يعني مش حاجه عقده يعني طبعا. اسال بعد كده بيقول لي ذا انفورميشن اباف عشان تجيب الاكتوال دايمتر دي متهيألي سهل قوي بتجيب الدروينج على الماجنيفيكيشن تمام. بعد كده اقرا لي بقى السؤال ده. The length of XY may not be the most accurate measurement of the diameter of the blood vessel. Really suggest how you could determine accurate measurements. اقرا السؤال ده مرة تانية وخلينا نناقشه مع بعض. بيقول لي ان ده ممكن ما يكونش الأكيوريت بتاع الدايمتر. طب ليه؟ أنا أرسم لك رسمة دلوقتي مثلا. هل الأرتري دايرة بالظبط؟ هل تتوقع الأرتري دايرة كما لو كانت بكمباس؟ لا. الارتري هيبقى كده مثلا هتيجي تقيس الدايمتر من هنا هيطلع مختلف عن الدايمتر من هنا يطلع مختلف عن الدايمتر من هنا هو مش سيركل تماما فبالتالي بيقول لي ليه الميجرمنتس بتاعتك كده مش كانت اكيرت وازاي ممكن تخليها اكيرت بص السؤال اهو اقرا مره ثانيه بيقول لك هي مش اكيرت اللي انت قستها دي مش اكيرت ما تقولكش بالظبط الدايمتر بتاع الارتري ده قد ايه طبعا ليه؟ لان انا لو قست من هنا هتختلف عن لو قست من هنا أم قست من هنا. في الحالة دي أعملها إزاي طيب؟ يبقى أنا هقيس عند كذا حتة وبعدين آخد الأفريج. ده الفكرة ممكن نقرا السؤال مرة ثانية؟ واحد كده يقرا السؤال مرة ثانية. بص الأنسر أهي. بيقول لي the buff sites have arteries near لا سوري أنا آسف هنا ده ألتيمتري اللي هو بيقول لي ليه مش أكيوريت. ميجر اكروس ديفرنت بوزيشن وهات المين عشان تقدر تجيبها مظبوط اوكي تمام كده يا جماعه لانه مش دايره بالظبط فلازم تقيس من كذا حته وبعدين تيجي بالعكس السؤال بقى اللي بعد كده بيقول لك عايز يعمل كومباريزون ما بين ال
فين وما بين الار 3. اوكي مثالي سهل قوي. طبعا الشيب راوندد وال سوري الفين راوندد والار 3 اوفال والوول هتبقى هنا ثين وهنا ثيك. اللييرز سموث وهنا انيفن مش قد بعض. بعدين كده اللارجر وده بيبقى سمولر. اوكي اللومين بتاعه اوكي جماعه ده اللي هو الكومبارسون اللي موجود عندك وانت بتجيبه من الفيجر المفروض ان انت حافظه. طبعا اهو السؤال الفين والارتري اوكي جماعه وهنا بتجيبه طبعا من الفيجر بس انت المفروض ان انت كمان حافظه مش محتاج قوي ان انت تتكلم عليه. اوكي شايف ده سيركولر ده يميل ان هو يبقى اوفر شويه. هنا ده دايمتر كبير هنا دايمتر صغير. هنا الانر وول مش سموث هنا الانر وول سموث. هنا ده بيبقى فولدد علشان لو جه حصل كونتراكشن للهارت والبريشر بيزيد يبقى اللومن ده يزيد من غير ما يتقطع. شايف الحته دي بتبقى فولدد. لو حد يا جماعه متلخبط في اي حاجه في السؤال او حته مش واضحه من فضلك قول. مستر هو لازم الديفرنسز تبقى باينه في الصوره؟ ديفرنسز بتبقى باينه قوي بتبقى باينه قوي يعني زي ما انت شايف كده حاجات قدامك وبعد كده خد بالك هو عايز كام ديفرنس وهتقدر تبص عليهم. يعني بص هو هيحددك بديفرنس سألك اي ثلاثة ديفرنس اختار اي ثلاثة ديفرنس وقول له. بس احنا ما ينفعش نقول حاجات يعني احنا عارفينها من قبل كده من مذاكرة الدرس لازم تكون تمام. بص يا جماعه هي سألت دلوقتي سؤال مهم قوي بتقول مش ممكن انا في حاجات حافظها ممكن انساها. بص كده بيقول لي vein and the artery in figure 2.1 have different features. وبيقول لي complete the table 2.1 to name three features that are different and describe the differences that you can observe. عشان كده رأيت السؤال مهم قوي. لو كان طلب منك مثلا زي ما بيجي بيبقى فور يقول لك قولي لي differences او كده ده سهل قوي. لكن هنا هو حددك لازم differences تكون باينه في figure 2.2. عشان كده دايما اقرا السؤال لغايه اخره اقرا السؤال لغايه اخره. الدنيا كلير كده يا جماعه؟ حد متلخبط في اي حاجه؟ تمام اوكي نتنايل بقى كمان خطوه واقرا السؤال ده. وطبعا لما بيبقى بلان انفستيجيشن اهو هنا ده عليه اربع درجات هو عاده بيبقى عليه ست درجات لكن هو حاطه سؤال بسيط قوي باربع درجات. بيقول لي كده when running the heart rate increases after running the heart rate returns to the normal. طبعا انت عارف وانت بتجري بيطلع الهرمون ادرينالين ودقات قلبك بتبتدي تزيد بعد ما بتخلص الاكسرسايز بيبتدي دقات قلبك ترجع مره ثانيه للنورمال. انت فاكر طبعا وانت بتجري ليه الهارت ريت بيزيد طلع الادرينالين زود الهارت ريت عشان ابعت بلاد كارير فود واكسجين بالظبط عشان نعمل ايروبيك ولو حصل انيروبيك تشيل الويست لاكتيك اسيد. بلان انفستيجيشن تو كومبير ذا انكريز ان هارت ريت از ا ريزلت اوف اكسرسايز فور ستودنتس هو تيك ريجولار اكسرسايز with those who do not. يبقى كده انا عايزني اقارن ناس متمرنه على regular exercise وناس مش well trained. يبقى انت هتجيب مجموعتين مجموعه well trained ومجموعه لا. لازم المجموعات اللي تختارها لازم يكون في بينها fair comparison. الفرق الوحيد ان دول بيعملوا تمارين ودول لا. فهتجيبهم نفس السن هتجيبهم نفس يكونوا كلهم هيلثي ما تجيبليش واحد عيان عشان تحطه في الكومباريزون. وبعد كده تبتدي تعمل ميجرمنت وتاخد الافرج وريموف الانوميلس طبعا ودايما طبعا تو ريبيت. وهنا الاربع درجات بتوعي اهم. حد بعت سؤال عمر بيقول كان اي سي سيم جندر ممكن تحسبه تخليهم ذا سيم ويفضل وممكن لو حطيتهم نفس الايج ومتمرنين برضو مش هتعمل مشكله. بس طبعا تسيم من نفس يعني كلهم ولاد وكلهم بنات بتبقى افضل وعشان كده انا حطيتها هنا. لازم تجيبهم نفس السن لازم تجيبهم كلهم ميلز او كلهم في ميلز ودي ممكن يتغاضى عنها. يكونوا لابسين نفس الهدوم. هتقولي طب ليه يعني لابسين نفس الهدوم؟ لو واحد لابس هدوم تقيله ففي الحاله دي هيبتدي يعرق اكتر ودرجه حرارته هتعلى وهيبتدي في الحاله دي محتاج ان هو يعمل كولينج داون اسرع فده مش هيبقى فير كومباريسون. لازم المجموعه دي تكون خمسه يبقى المجموعه دي تكون خمسه المجموعه دي 10 المجموعه دي 10 عشان لما تجيب الافرج. في نفس الوقت ما يكونش عندهم هيلث بروبلمز ما تجيبليش واحد عنده القلب يتدخلوا في التجربه. وبعد كده
one group بياخد regular exercise والتاني not. بعد كده هتعمل نفس type of exercise، ما تقولش دول اجروا 100 متر ودول اجروا 50 متر مثلا، اوكي؟ ما تقولش ده مثلا اجري في مكانك لمدة 5 دقايق والتانيين اجري في مكانك لمدة 10 دقايق، اوكي؟ في كل واحدة من الجروب دي هتاخد البالس ريت، اوكي؟ قبل الاكسرسايز وبعد الاكسرسايز، هتكرر لكل جروب اكسكلود الانوميلاس وكالكوليت الافريج، اوكي؟ ده الخطوات بتاعتك اللي انت بتعمل بيها الاكسبيرمنت. يبقى اول حاجه خطواتي ان انا اعمل فير كومباريسون، اقول له الجروبس كانت ايه، وفي نفس الوقت اقول له بعد كده الخطوات بتاعتي كانت ايه. وافتكر هتقيس البالس ريت قبل الاكسرسايز ليهم كلهم، لكل جروب. بعد كده هتقيس بعد الاكسرسايز، هتي انوميلس، شيل الانوميلس، هات الافريج. اوكي، حد كان باعت سؤال؟ تمام. بولا ممكن 5 minutes break بعد الامتحان ده، هدي 5 minutes break. اقول حاضر انا كده شباب. طب ده كده كان الامتحان، وفاضل فيه اهو بيقول لي اعمل تيبل بقى اللي انت هتحط فيها الريزلتس. اوكي، انا عملت التيبل دي، قلت ان انا كل مجموعه مثلا خدها 5، انت ممكن تقول خدها 6، خدها 7، خدها 10. او هنا كان في السؤال ده اعتقد كمان كان هو مديني نتائج، معلش ثواني كده اهو. بيقول لي اعمل ستيبل تيبل تحط فيها النتائج بتاعتك. اوكي، انا عملتها بالشكل ده. بصي بقى، هو انا كتبت كده student number 1 2 3 4 5، وعملت كده جروب اللي هو بياخدوا اكسرسايز، وجروب اللي هم ما بياخدوش ريجولار اكسرسايز. وبتاخد الريدنج بتاعت البالس ريت قبل الاكسرسايز وبعد الاكسرسايز، بتجمع التوتال، بتجيب المين لكل واحد. اوكي يا جماعه، التيبل سهله. راجع وقول لي لو كان في اي حاجه مش واضحه. اتمنى يكون الامتحان ده سهل. خد بالك الافكار كلها افكار تكاد تكون متكرره، وان كان السؤال نمبر 1 يعني ناشف شويه وطويل وبيستهلك وقت. لو حد يا جماعه عايز يعيد اي حاجه، اي سؤال مش واضح، من فضلك قول. تمام يا شباب؟ طيب. كان اتفقنا كمان ان احنا هنحل كمان نوفمبر 15 النهارده ان شاء الله. هناخد كده 5 دقايق، علشان في بعضكم كده بيبقى عايز يقوم يشرب او يجيب حاجه. 5 دقايق وهنتقابل، نتقابل بعد 5 دقايق. ادي قدامك البيبر اهي، وحياتك ما تنساش كده. هنا اول سؤال قال لي describe a test could safely carry out to show the presence of starch in a solution. طبعا فاكر بتحط عليه تيست اوف ايودين، ايودين سوليوشن اللي هو لونه يلو براون، هيتحول ويبقى بلو بلاك. بلو بلاك. شكرا يا روان، شكرا يا جماعه. السؤال طبعا متكرر كتير، وريني هنا السؤال عمل ايه. قال لك some students investigated the effect of pH. مادام بيدرس تاثير البي اتش اللي هيغيره هو مين؟ البي اتش. يبقى هنا الاندبندنت فاريبل هيبقى مين؟ هيبقى البي اتش. الديبندنت وات تايم نيدد فور كومبليت بريك داون اوف ستارش. تاني بيقول لي ان هو بيدرس الافكت اوف بي اتش، مادام انفستيجيتنج الافكت اوف بي اتش، يبقى البي اتش هو الفاكتور اندر انفستيجيشن، وده اللي بسميه اندبندنت فاريبل، وده اللي بيتحط في التيبل على ايدك الشمال. بينما نتيجه الاكسبيرمنت بنسميها ديبندنت فاريبل مره ثانيه، ودي بتتحط في الجراف على الواي مره ثانيه. لما هنا بيقول لي ان هو عمل انفستيجيشن عشان يدرس تاثير البي اتش، يبقى البي اتش هو الاندبندنت فاريبل وبيتحط على الاكس، بينما النتائج بتتحط على الواي ونقول عليها dependent variable. right؟ هنا طبعا بعد ما يديني النتائج دي اكيد هيطلب منك ان انت ترسم جراف. طبعا هنحط على الاكس ايه، دكتور على ده يبقى كيرف صح؟ ده يبقى كيرف طبعا. ليه؟ لان حاجه بتاثر في حاجه، انت بتغير ده بيتغير معاه ده، يبقى ده لازم يبقى كيرف او بروكن لاين، يعني ممكن توصله بالمسطره. وهنا ادي البي اتش على الاكس، والنتيجه بتتحط على الواي. ما تنساش تكتب بي اتش وتايم بير مينت، وما تنساش اليونت، ما تنساش قوانين الجراف ان انت لازم تستغل مور ذان 50% من السبيس، ما تحطليش الجراف في الحته دي. اوكي يا جماعه، تعال نتكلم بقى الباقي. بيقول لي state the optimum pH for the activity of amylase. طب الاوبتيمم بي اتش هنا تفتكر مين تبقى الاوبتيمم بي اتش وليه؟ حد بعت قال where I put the pH. البي اتش يا عمر هتبقى على الاكس، البي اتش هتبقى على الاكس، ده الاندبندنت فاريبل. دايما وانت مغمض
اي حاجه البي اتش تحط على الاكس، يعني هنا الشمال يتحط على الاكس والنتيجه تحط على الواي. اوكي يا جماعه تمام. حد بيقول لي انه رؤى بتقول ان الاوبتيمم بي اتش، هي قالت ان الاوبتيمم بي اتش هتبقى 4 عشان هي اخذت شورت تايم. طبعا كل ما الانزيم يبقى الاكتيفيتي بتاعته اعلى بيخلص الرياكشن ان الشورتر بيريد اوف تايم. يبقى انا بدور فين الاوبتيمم بي اتش، بدور على البي اتش اللي حصل فيها الرياكشن اخذ شورت بيريد اوف تايم. وبالتالي هنا لما بيقول لي الاوبتيمم بي اتش كام، خد بالك اهو انا حاطط لك السؤال اهو. ده طبعا التست فور السوشيال، لو انت عايز تاخد يعني لما يكون عليه درجات كبيره دراي كلين تيست تيوب، تحط ايدين سوليوشن ها، وكاتب لك كل البدائل بتاعته، يعني مش شرط تكتب كل البدائل. هنا طبعا ما تنساش ادي قوانين الجراف، هتكتب على الاكس البي اتش اللي هو الاندبندنت فاريبل، على الواي هتحط التايم اللي هو الديبندنت فاريبل. هتستغل اتليست نص الجراف بلوت النقط اكيوريتلي، يعني كل واحده في المكان بتاعها، ولازم تحط كلير ان بروكن لاين او ممكن تستخدم كيرف كمان. اوكي تمام. طبعا البي اتش زي ما قالت رؤيتس بي اتش 4 عشان هو اللي اخذ شورت بيريد اوف تايم، اخذ شورت بيريد اوف تايم. وهتخلي بالك من الحته اللي جايه دي لان دي لخبطت ناس كتير. بيقول لك يوز فورمولا تو كالكوليت ذا ريت. ريت يعني بيريود تايم، بس هو اداك الفورمولا قال لك الريت 1 اوفر ذا تايم تيكن. يعني انت لو عايز تجيب الريت مثلا عند النقطه دي، عايز اجيب الريت عند النقطه دي يبقى 1 اوفر 1.5، عايز تجيب الريت عند النقطه دي 1 اوفر 3.5. هل ده قانون انا حافظه؟ لا، هو اداني بيقول لي كده استعمل الفورمولا دي اوكي عشان تجيب الريت. اوكي، وقال لك شو يور وركينج تو ذا نيرست هول نمبر، يعني ما تسيبش حاجه فيها فراكشن. خد بالك من الكلمه دي، يعني النتائج بتاعتك ما يكونش فيها فراكشن، هو طلبها كده. وعشان كده بص انا حطيت الانسر هنا ازاي، ولو قلت حسيت ان انا بقول بسرعه قول لي اعيد اي حته واقفه قدامك. اوكي، ادي هنا اهو يا شباب اهو كده، هو مديني الفورمولا عشان كده عشان اجيب الانسر كانت 1 اوفر 0.5 اللي هي كانت التايم تيكن عند بي اتش 4. اوكي، السؤال اللي بعده، لو حد يا جماعه عايز في السؤال اللي فات اي حاجه من فضلك قول لي يا جماعه، ما يهمكمش الوقت، ما تعديش نقطه ما تكونش فاهمها كويس قوي. describe the effect of pH on activity. describe، فاكر describe توصف. طبعا انا مش انا مش هعملها غير من عندي. ها describe، هوصف. بص اوصف ازاي، هقول له ان هنا كل ما البي اتش كانت بتزيد التايم تيكن كان بيقل لغايه عند بي اتش عند بي اتش 6، وبعد كده بقيت انه زودت البي اتش التايم كان بيزيد. اوكي يا جماعه تمام، او اوصفها زي ما يعني، المهم ان انت بتوصف. ها تمام. السؤال بعد كده بيقول لي بعد ديسكرايب، اهو يا جماعه ديسكرايب، انا كاتب لك الديسكرايب اهو، وافتكر ديسكرايب يعني انت بتوصف، انت مش بتقول اي ريزون ليه ده حصل، بتقول له عند بلو البي اتش 4 as بي اتش increases الاكتيفيتي بتزيد بياخد لونجر تايم، وده كده انت بتوصف اللي انت شايفه طبعا حسب اللي موجود في التيبل اللي عندك. السؤال اللي بعده وكان سؤال بسيط قوي، بيقول لي نيم تو فاريبلز. خد بالك يا سامر ذات نيد تو بي كنترولد. واخد بالك يا سامر عشان ده السؤال اللي فات اللي في الامتحان اللي فات، ده نيد تو بي كنترولد، يعني هو ما عملهاش وانت اللي لازم تقول له لازم يعملها. اوكي، يعني خطوتين هو ما عملهمش وعايزك انت تقول لي ايه الخطوتين اللي نسيهم وكان لازم يعمل لهم كنترول. طبعا هنا ممكن نحط اي حاجه من دول. هو ما قاليش ان هو حطهم في نفس التمبريتشر، اوكي، ما قاليش كمان انه حط نفس الفوليوم ونفس الكونسنتريشن اوف انزيم، ما قاليش ان هو عمل ذا سيم فوليوم اند كونسنتريشن اوف ستارش. اوكي، فبيقول لي كده ايه اللي هي نيدد تو بي كنترولد. اوكي تمام، حد يا جماعه متلخبط؟ السؤال اهو يا جماعه تاني قدامك، بيقول لك نيم تو فاريبل ذات نيدد تو بي كنترولد، يعني هو ما عملهمش وكان لازم يعملهم. هو ما قاليش ان هو حط الفوليومز قد ايه، هو قال لي الحاجات، ما قاليش حط فوليوم من الانزيم قد ايه ولا كذا قد ايه، وبالتالي كان لازم يعمل فير كومبارسون. السؤال اللي بعده بيقول لي explain two ways in which investigation could be improved.
ايه اللي كان ممكن تحسنه؟ ممكن تقول له الحاجات اللي كان مفروض يعملها وما عملهاش. يعني انا ممكن اقول له ان الحاجات دي عشان اخلي الاكسبيرمنت يبقى افضل. ما انت بتقول الالوان بعينك، طب ممكن اللون بعيني انا شايفه اغماء، حد تاني يشوفه فتح. بنستخدم حاجه اسمها كولر ميتر. الله يخليك افتكر الكلمه دي. كولر ميتر ده هو اللي بنقيس بيه درجات اللون، ما تنساش اسمه كولر ميتر عشان اتاكد من درجات الالوان. برضو فاكر في الامتحان بتاع امبارح قلنا ورا التيوب ممكن تحط وايت كارد. وايت كارد علشان تقدر تشوف التغير في اللون بسهوله. لو افترضت ان انا عندي قدامي مثلا بعمل اكسبيرمنت، والاكسبيرمنت انا ببص على تشينج الكولر في التست تيوب دي، وانا باصص من هنا على التيوب دي، ولكن اللي قدامي ده كان لابس تيشيرت اخضر، انا مش هشوف اللون مظبوط. لكن لو انا حاطط هنا ورقه بيضه هقدر اشوف اللي تشينج الكولر كليرلي. وعشان كده هنا بنقول ان احنا نستخدم وايت كارد. هل ينفع اعمل اكسبيرمنت مره واحده؟ لا طبعا، يبقى لازم تريبيت، وانا ريبيت اخد الافريج واكتشف اي انوماليز هاز تو بي اكسكلودد. اوكي يا جماعه، هنا كمان حاطط لي بي اتش كام. بص كده في التيبل كان عامل بي اتش كبيره، يعني حاطط بي اتش مثلا 3 4 5 6 7، وانت قلت لي ان احسن بي اتش هي 4. طب ما يمكن لو عمل عند 4.5 كان يديني نتيجه احسن، ما يمكن لو عمل عند 3.5 كان اداني نتيجه احسن. يبقى عشان اجيب التجربه واعرف النتيجه بتاعتها بالمظبوط، يبقى لازم استخدم other intervals من البي اتش، لانه ممكن واحده منهم تبقى الاوبتيمم. ومرات في امتحان تاني هيسالك بعد ما انت قلت له مثلا اوبتيمم 4، يقول لك ليه السين ده نوت شور ان الاوبتيمم 4؟ لانه ما عملش الاكسبيرمنت عند اذر بي اتشز. فور اكزامبل لو عملها عند 4.2 ما يمكن تبقى احسن، عند 4.3 ما يمكن تبقى احسن. خد بالك من السؤال ده مره تانية. لو جه وقال لك ان مين الاوبتيمم بي اتش، وهنا احنا قلنا له ان هي 4، لو قال لك ليه هو انت مش شور ولا الستودنت اللي عمل الاكسبيرمنت مش شور ان الاوبتيمم 4؟ لانه ما عملش الاكسبيرمنت عند اذر بي اتشز. فور اكزامبل لو عملها عند بي اتش 4.5 ممكن كده اديت له نتيجه احسن. خلي بالك من السؤال ده، ليه هو نوت شور ان الاوبتيمم از 4؟ طبعا هو ما سالوش في الامتحان ده، لكن في امتحانات ثانيه بيسالوا. اوكي، لو خدت بالك الاسئله كانت ريبيتد. بص السؤال ده متكرر، فاريبل نيد تو بي كنترولد، ازاي تعمل امبروفمنت الاكسبيرمنت. اوكي، الديسكرايب ده طبعا هطلعه من التيبل. اوكي، الفورميلا والحاجات دي طبعا من الجراف، يعني مفيش حاجه من عندك غير هو هاو تو تيست فور ستارش اللي المفروض ان انت مذاكرها. قبل ما نتكلم من السؤال ده يا جماعه، لو حد عنده اي مشكله فيه. دكتور عايش عن سؤال، هو ايه الفرق ما بين اخر سؤالين دول؟ حاسسهم يعتبروا هم حاضر. اخر سؤالين، اخر سؤالين بيقول لي variable needed to be controlled، يعني حاجات كان مفروض ان هو يثبتها وهو ما ثبتهاش. مثلا ما قالش ان هو يعمل اكسبيرمنت ات ذا سيم تمبرتشر، ما قاليش ان الفوليومز في كل الاكسبيرمنت بقى ذا سيم. بيقول لي طب عايز امبروفمنتس، ممكن اقول له اعملهم بنفس التمبريتشر، اقول له ممكن تستخدم نفس الفوليوم، ممكن كرر خد الافريج، ريموف الانوميلس اند سو اون. نفس الافكار في كل الامتحانات هي يا جماعه. طب دكتور انا ممكن في السؤالين اقول نفس التو بوينتس مثلا؟ يفضل طبعا لا، بس هو ما يقدرش يقول لك رونج، ما يقدرش يقول لك رونج. لانه ما قالش تو اذر ويز، ما دام ما قالش تو اذر ويز يبقى من حقك ان انت تكتبهم ويبقى مظبوطين. جاب هنا الدره وجاب لك حته من الدره وارسمها لي، ومرين ان في دارك جرينز وفي لايت جرينز. اوكي، وعايز بس اقول لكم على فكره صغيره قوي. مرات تيجي تحل مثلا باست بيبر مثلا بتاعه 2002 2003، يقول لك كده دي حله باست بيبر قديمه. انا هوريك السؤال ده جه سنه كام حالا. اوكي، هو نفس السؤال، هو بنفس الرسمه، بسنه كام وعلى سنه كام. عشان كده مفيش حاجه اسمها باست بيبر قديمه وباست بيبر جديده زي ما الناس بتقول لك، هي كلها نفس الافكار. يعني انا ممكن حالا اوريك السؤال ده جه في سنه كام. اعتقد هو كان في كلاسيفايد بيبر 6 في الانهيرتنس. وهنا ده انا مبتدي، بس الباست بيبر دي من سنه كام الاول؟ هو كان فين بالظبط كده بتاع الذره؟ بس كان في 2002 او 2003 على ما اظن. نشوف كده، كان 2002 او 2003. طب نشوفه كده في بيبر 4، هتلاقي نفس السؤال زي ما هو بالظبط.
يعني حاطين امتحانات في سنة كام؟ هو في 2002 2003 I think. استنى كده. ونفس السؤال بنفس الرسمة. لو برضه بص السؤال ده اهو ده مثلا نفس السؤال ده هوريه لك دلوقتي مثلا في امتحان بتاع بيبر 4 بتاع 2017 18 كده اهو بص ده والسؤال ده كمان هتلاقيه هو هو بنفس الرسمة. ده بص سنة كام هتلاقيه جاي في 2016 تقريبا 2015 نفس الأسئلة بس بتاع الدورة ده افتكر يا ربي وكان 2002 2003 اعتقد بنفس الرسومات يا جماعة بيجيبهم بنفس الرسومات نفس الرسومات. السؤال ده مثلا بتاع السكر سير انيميا اقوله لك مثلا في امتحانات جديدة برضو اوكي لكن انا عايز جزء الدورة يا ربي بس كده الامتحان ده سنة كام ده نوفمبر 9 بص كده نوفمبر 9 كان امتحان نوفمبر 9 بس نفس الرسمة هتلاقيها في كام بص بص ثاني كان في نوفمبر 9 مش كده بص هي نفس الرسمة اهي بنفس السؤال بص سنة كام نوفمبر 6 هوريك أسئلة جت في سنة 2000 جت في 2018 اوكي فمحدش يقول لك بقى امتحانات قديمة وامتحانات جديدة وشوية الهمبكة اللي بيقعدوا يحكوا بيهم الأسئلة يعني كلها دسين لا نفس الأفكار طيب ارجع اتفضل قول يا حبيبي بس مش حل الامتحانات الجديدة بيكون يعني افكتيف اكتر مش عارف خالص بأمانة ابدا من وريتك هو امتحانين فرق بينهم فرق بينهم 9 سنين يعني امتحان سنة كذا وامتحان سنة كذا فرق كبير قوي لا مش افكتيف اكتر هما كلهم نفس الأفكار عشان نكون واقعيين هما كلهم نفس الفكرة يعني بس مش يعني يعني شوية حاجات يعني مثلا يغيروا شكل الامتحان او يحوص صدقني حاجة صدقني ما بيغيروا شكل الامتحان صدقني ما بيغيروا شكل الامتحان يعني انا ممكن اطلع لك امتحانات طب عموما ممكن انا احط لك على الدرايف امتحان واقول لك هو كان في سنة كام تاني بعدها ب 12 سنة وبعدها ب 14 سنة ممكن اجيب لك امتحان من سنة 2002 متكرر في 2020 انا ممكن اجيبهم لك سواء اذا كان في بيبر 2 او بيبر 4 او بيبر 6 هوريهم لك يعني مش عايز اضيع وقتكم لكن هطلعهم لك كلهم هتلاقيهم كتير قوي يعني السؤال ده اصلا جه قبل كده هو هو بالظبط بنفس الارقام كمان عموما السؤال بيقول لي ايه هنا كومبليت تيبل اوكي لايت ودارك هتعد اللايت وتعد الدارك جرينز هتعد في الحته دي لايت جرينز وعدد دارك جرينز وتكتبهم ماشي يا جماعه بيقول لي ذا داتا تو جست ذا فينوتيبك ريشيو بينهم طبعا الاعداد عشان ما اخركمش في العد انا هقول لك الاعداد كانت طلع كام فانت هتعدهم من التيبل اللايت كانوا لو كتبت 19 او 20 او 21 يحسبهم صح والدارك لو كتبت 20 21 22 هيحسبهم صح طب كده الريشيو بينهم تبقى كام كام 50 50 ما احنا عندنا 3 ريشيو في الانهيرتنس مش كده قالوا ما يا اما 100% يا اما 3 to 1 يا اما 1 to 1 1 to 1 اللي هي 50 50 فدول عددهم قد دول يبقى الريشيو 1 to 1 اوكي اللي هي 50% ل 50% اوكي السؤال بعد كده بيقول لك بقى قول لي الفروق في الشكل يعني هنا بيقول لك قول لي الفرق في describe one visible phenotypic phenotypic ratio او difference ما بين النوعين اوكي بيقول لي عايز الفينوتيبك ديفرنس ما بين النوعين انت طبعا باصص على الصوره وتقدر تشوف لي كده الفروق زي ما هو عايزها اللي هو بعد كده اهو يقول لك هنا فيزيبل ديفرنسز ايه الديفرنسز اللي انت شايفها انا اكتب لك الحاجات طبعا كله من الصوره واحد سموث واحد رينكل درينكر ده يعني مجعد والكلمه دي لازم نكون حافظينها واحد هاف دنت او نوت يعني بص كده عنده زي ثقب كده او مثلا دول عندهم دنت دول ما عندهمش دنت ممكن كمان نلاقي other differences في الفيجر ممكن تلاقي مثلا بعضهم كبير بعضهم صغير الشيب بتاعهم اذا كان rounded او oval كل دي كلها اختيارات سمحوني معلش انا بقول بسرعه عشان عارف ان في ناس بقى عندهم دلوقتي 12 ونص فمش عايز اخرهم اكتر من كده السؤال اللي بعده طبعا describe test for protein و test for fat I think you know it test for protein و test for fat السؤال اللي بعد كده ممكن تقراه كده بسرعه بيقول لك نسبه البروتين والفات اللي موجوده فيه بيقول لي يوز تيبل 2.2 تو ايدنتيفاي ذا سيريال ذات بروفايد ذا لارجست انرجي مين اللي يبقى فيه لارجست انرجي طبعا اللي فيه اكتر نسبه من
الفات ويقول لك reason أو كده، هقول له إن أنا اخترت ده ليه؟ لأنه طبعاً اللي بيدي energy أكتر هو عبارة عن الفات أو هنا، قلنا ده ليه؟ لأنه في أعلى نسبة من الفات فيبقى عنده higher energy. الكوستشن الثالث، لأن الامتحان كانت السؤالين صغيرين، فهو هنا حاطط سؤال ثالث. السؤال الثالث عموما لو انت بتحل ولقيت فيه مشكله من فضلك يبقى قول لي. السؤال الثالث ده جايب تو ليفز، خد بالك دي كلها وان ليف ودي كلها وان ليف. الليف دي بنسميها كومباوند ليف، متكونه من ليفلتس صغيره اهي، دي كلها ليف، يعني ده كل ده ليف واحده متكونه من ليفلتس صغيره، لكن دي متكونه من وان يونت. بيقول لي سيت تو فيتشرز ويتش ار فيزبل ان بوث ده وده. طبعا ايه الحاجه المشتركه بينهم؟ الاثنين عندهم ميدريب والاثنين عندهم فينز. الاثنين عندهم مدرب والاثنين عندهم جينز. وهنا بيقول لي الست ويز اذر ذان سايز ان ويتش بي ديفر ذان كيو. دي وان بيس، دي ميني ليفلتس، دي بوينتد ودي اوفال. اوكي، وممكن نلاقي حاجه ثانيه، ممكن نلاقي الطرف ده توثد، شايف الطرف ده توثد اهو مشرشر، وهنا نوت توثد. اوكي تمام، وهنا ده كله من الفيجر، انت مش حافظ ولا حاجه. برضه هوريك الانسر انا كاتب فيها ايه في السؤال نمبر 3. عرفت ان واحده بنسميها كومباوند ليف متكونه من ليفلت صغيره، الاثنين عندهم لامينا او ليف بليد، الاثنين عندهم مدرب، الاثنين عندهم فينز، الاثنين عندهم ستوك او بيتيول. الحاجه الثانيه كان بيقول لي انه الفرق ما بينهم، واحده متقسمه ليفلتس، واحده وان بارت، واحده عندها سموث ايدج، واحده عندها توثد او سريتد يعني مشرشر، واحده عندها طرف راوندد والثانيه عندها طرف بوينتد. اوكي، السؤال اللي بعده ده وده كان مش غريب قوي لانه حطوا لي في الانتروكشن، يا ريت كده نقراه لانه ده ضايق الناس اللي كانت في الامتحان ده. ممكن نقرا كده بالراحه. قال لي اعمل لي دروينج، طبعا احنا عارفين ازاي نعمل الدروينج، لكن بعد كده بيقول لي ان ده كلايمبنج بارتس اللي هو التندرل ده، بيقول لك ان ده كلايمبنج بارت. ايه بقى كلايمبنج بارت؟ انت تعرف انه بعض النباتات بتبقى ضعيفه، زي انواع كثيره من النباتات تلاقيه عنده الاطراف دي يتعلق في شجره ثانيه او يتعلق في سور بتاع جنينه او وات ايفر، التندرل ده بيستخدمه علشان يتعلق بيه. دايما النباتات اللي الستيم بتاعها ضعيف بيبقى عندها تندرل عباره عن موديفايد ليف عشان يمسك في سبورت، مثلا تحط له عصايه يروح الملفوف حواليها يثبت نفسه بيها لان الستيم بتاعه ضعيف. السؤال هنا جه قال لك كده هنا one advantage and one disadvantage of having tendril. الادفانتج ان هو يبقى عنده تندرل سبورت على يمسك في سبورت، اما الديس ادفانتج طبعا للسيرفس اريا تو كاري اوت فوتوسينثيز لان التندرل ده ما فيهوش كلوروفيل. اوكي، يبقى ادفانتج بيعمل سبورت بيتعلق في سبورت، اما ديس ادفانتج هيبقى للسيرفس اريا تو كاري اوت فوتوسينثيز. السؤال اللي بعده بيقول لي ده مونو كوتليدون ليف، وفي هنا بيقول لي ايه الفيتشر ما بين المونو والدايكوتليدون؟ حتى ايه في درس الكلاسيفيكيشن كومباريزون ما بين المونو والدايكوتليدون؟ المونو كوتليدون نارو ليف وبارل فين، الدايكوتليدون برود ليف وفيها برانشد فينز. اوكي؟ ده اللي هو كان على كده، اتمنى ما اكونش اخرتكم الناس اللي هي عندهم دلوقتي 12 ونص، اتمنى ما اكونش اخرتكم. هتلاقوا الدرس ده كله ريكوردد على اليوتيوب للناس اللي ما قدرتش تحضر، واي حد يا جماعه